السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في أول محاضرة في كورس الكمبيوتر سيكيورتي. شابتر 1 عبارة عن overview عن أهم الكونسبتس الموجودة في الكمبيوتر سيكيورتي. هنتكلم عن كذا حاجة، هنتكلم على بعض الكونسبتس الأساسية في الكمبيوتر سيكيورتي، هنتكلم عن الثريتس الأتاكس الأسيتس، هنتكلم على Security Functional Requirement، وهنتكلم على الـ Fundamental Security Design Principles. أول حاجة بتيجي في دماغنا على طول عايزين نعرفها مع بعض، What is Computer Security؟ إيه هو التعريف بتاع الـ Computer Security؟ الحقيقة طبقا للـ Glossary of Key Information Security Terms، ده صدر سنة 2013، فهو عرف التعريف الفورمال بتاع الـ Computer Security بأنه هو عبارة عن Measures and Controls. ثانية واحدة، measures يعني معايير ومقاييس، وcontrols يعني حاجات فيها تحكم ورولز بتحكم لحاجة معينة. measures and controls that ensure ثلاثة concepts أساسيين. لو أنا بتكلم على الكمبيوتر سيكيورتي فلازم في ثلاث مفاهيم أساسية لازم تبقى متحققة لو أنا بتكلم على نظام للسيكيورتي. الثلاث مفاهيم دول هو عبارة عن الـ confidentiality والـ integrity and الـ availability. طيب هنعرف طبعا كل مفهوم من ده عبارة عن ايه، بس خلونا نكمل التعريف الأول بتاع الـ computer security. يبقى أقدر أقول إن الـ computer security عبارة عن measures معايير and controls ورولز بتتفرض عشان ensure أتأكد من الـ confidentiality والـ integrity والـ availability بتاع ايه. الثلاث مفاهيم دول يبقوا متحققين لإيه؟ للـ Information System Assets. يعني إيه الجملة دي؟ أي مؤسسة في الدنيا، أي شركة في الدنيا لازم يبقى فيها نظام لتداول المعلومات أو Information System. طبعاً الـ Information System له مكونات مختلفة. إيه هي المكونات بتاعته ديت؟ أي Information System مكوناته هي عبارة عن مكونات هاردوير زي أجهزة الكمبيوترز و أجهزة النتورك وأجهزة الشبكات والكابلات والحاجات دي، فده كله عبارة عن هاردوير، كوما سوفتوير. سوفتوير دي المقصود بيها إيه هنا؟ كل الأبليكيشنز والبرامج اللي بتبقى موجودة على الأجهزة دي. فيرموير، يعني إيه فيرموير؟ فيرموير هو نوع من أنواع السوفتوير، بس أنهي سوفتوير ده؟ فيرموير دوت هو اللي بيبقى موجود على الروم. يعني إيه موجود على الروم؟ بتاع أي هاردوير ديفايس بيبقى فيه بروجرام بتتسطب على الروم بتاع الجهاز ده عشان تقدر تديني تحكم او مانجمنت في الهاردوير نفسه دوت. زي الروم بتاعتنا اللي موجوده في اجهزه الكمبيوتر بيبقى فيها السوفت وير المسؤول عن البوتنج، تحميل الجهاز والتحكم فيه، الدرايفرز اللي تتعرف وايه اللي ما تتعرفش، وازاي الديفايس ده يتكوميونيكيت او يكوميونيكيت مع الاجهزه الثانيه وهكذا. فبالتالي ده المقصود بالفيرموير. يبقى احنا بنتكلم على الهاردوير، بنتكلم على السوفت وير، بنتكلم على الفيرموير and information. والمعلومات بقى اللي بتمشي في قلب السيستم ده كله اللي هي الانفورميشن دي اثناء عمليه البروسيسنج بتاعها، اثناء عمليه الستورنج بتاعها، التخزين بتاعها، واثناء عمليه الكوميونيكيشن بتاعها اللي هو ان انا ابعتها من سندر للريسيفر عبر نتورك معايا. يبقى نوصل من كده مره ثانيه لايه هو تعريف الكمبيوتر سيكيورتي. كمبيوتر سيكيورتي هو عباره عن ميجرز اند كنترول، شويه معايير على شويه رولز بحطها ليه ذات انشور اللي بأكد بيها على ثلاثة كونسبت أساسيين اللي هما الـ confidentiality, integrity and availability بتاع مين؟ of information system assets. طب ايه هما الـ assets دي؟ including الـ hardware, software, firmware and الـ information being processed, stored and communicated. ده تعريف بتاع الـ computer security بالثلاثة definitions الأساسيين بتوعه. تعالوا بقى نعرف التلاتة كي اوبجكتيفز دولت او التلات اهداف او التلاتة كونسبتس بتاعت الكمبيوتر سيكيورتي دي عبارة عن ايه. نبدأ بأول حاجة، بتكلم على حاجة اسمها الكونفيدنشياليتي. يعني ايه كونفيدنشياليتي؟ بنسمع دايما نقول على الداتا دي او الحاجة دي كونفيدنشال. كونفيدنشال يعني سري للغاية. يعني مش يعني ايه سري للغاية؟ يعني انا مثلا في الاماكن الحساسة لو لقيت ورقة ومكتوب عليها سري للغاية افهم منها ايه؟ افهم منها ان مش اي حد يقدر يطلع على المحتوى ده.
لان لو الورقه دي طبيعيه او معلومه دي بتاعتي طبيعيه، فانا كنت هسيبها على المكتب اي واحد معاه يقدر يبص عليها. لكن لما انا اقول ان انا بتكلم على كمبيوتر سيكيورتي او سيستم بامن بيه، عايز امن، وجيت انا قلت لازم السيستم ده يحقق الكونفيدنشياليتي. يعني ايه الكونفيدنشياليتي هنا؟ فالكونفيدنشياليتي دي بدرسها على تو كونسبتس معايا، داتا كونفيدنشياليتي وبرايفسي. البرايفسي بتاعت الداتا، يعني ايه داتا كونفيدنشياليتي؟ يعني ايه داتا كونفيدنشال؟ يعني ايه داتا كونفيدنشال؟ ايوه، يعني انا بتاكد ان الانفورميشن دي برايفت او كونفيدنشال، يعني معناها ان انا ما بسيبهاش افيلابل او ما بعملهاش ديسكلوز. ديسكلوز يعني بكشف عنها لاي حد ان اوثورايزد انديفيدوال. ان اوثورايزد انديفيدوال يعني شخص غير مخول لي ان هو يطلع على الداتا دي، ادي المقصود بيه. طيب يعني ايه برايفسي؟ برايفسي معناها ان الانديفيدوالز، الافراد او الاشخاص الموجودين في المؤسسه دي او الشركه دي، هم اللي بيتحكموا وهم اللي بيأثروا في what information related to them may be collected and stored. يعني اني معلومات ديت هي اللي تبقى تتجمع وتتخزن، مش كده وبس، مش ان انا بحدد نوع المعلومه وبس. by whom، مين ده، مين اللي هيعمل المهمه دي، and to whom، ومين المعلومات دي هتبقى available ليه. وبالتالي لو بصينا على الاثنين concepts دولت يبقوا فعلا بيغطوا الكونسبت بتاع الconfidentiality. تمام كده يا شباب؟ طيب الكونسبت الثاني معايا اللي هو عباره عن الانتجريتي. يعني ايه كلمه انتجريتي هنا؟ الانتجريتي هو تكامل البيانات او تكامل الداتا. لو انت عايز كلمه عكس الانتجريتي يبقى ان حصل في الداتا دي مانيبيوليشن او موديفيكيشن، يعني الداتا دي حصل فيها تلاعب او تغيير، او ان الداتا مش كونسيستنت مع بعض. يعني انا لو بتكلم على ان في شركه معينه في نظام معلومات، ففي نظام معلومات عن موظف ما، الموظف ده البيانات بتاعته متخزنه في جهاز في منطقتين على السيستم، مره في القسم بتاع المرتبات والحسابات ومره في قسم شؤون الموظفين. فما ينفعش نفس الموظف الداتا بتاعته في القسم ده تبقى مختلفه عن الداتا ده، كده ما بقاش في انتجريشن ما بين السيستم وبعض. تمام، ما بقتش الداتا كونسيستنت مع بعضها. فلو حصل كده يبقى بسهوله جدا اقدر اعمل مانيبيوليشن او تلاعب للداتا بتاعه الشخص دي في مكان على حساب مكان تاني. طبعا ده ما بيحصلش. فبنقول اذا جينا نتكلم على الكونسبت التاني في الكمبيوتر سيكيورتي اللي هو الانتجريتي، فالانتجريتي دي بيكفر تو ريليتد كونسبت، بيتكلم على الداتا انتجريتي تكامل البيانات، وسيستم انتجريتي اللي هو تكامل الانظمه. لو انا بتكلم على داتا انتجريتي ازاي اشور اتاكد ان الانفورميشن والبروجرامز بتاعتي are changed only in a specified and authorized manner، يعني اللي بيغيرهم حد فعلا له سلطه بتاعت الكلام دوت، وما يبقاش طبعا في تغيير، لان لو حد له سلطه هو اللي بيغير يبقى اكيد هيبقى في تكامل ما بين البيانات وبعضها. لو انا بتكلم على سيستم انتجريتي، سيستم انتجريتي دوت عباره عن ايه؟ ده بيأشور ان السيستم بيبرفورمز بالانتندد فانكشن بتاعته، تمام، ان ان امبيرد مانر، يعني معناها انه فيش اي ان اوثرايزد مانيبيوليشن، فيش حد بيتلاعب بالداتا اللي موجوده في قلب السيستم او بالسيستم نفسه. ودي المبدا الثاني او الخاصيه الثانيه في قلب الكمبيوتر سكيورتي اللي هو الانتجريتي. ثالث حاجه الافيلابيلتي. يعني ايه الافيلابيلتي؟ يعني انا لو بتكلم على السكيورتي بتاع سيستم فلازم السيستم ده يبقى افيلابل 24 ساعه 7 دايز، 7 ايام في الاسبوع. ما ينفعش اجي اطلب حاجه من السيستم، اطلب سيرفيس معينه من السيستم واتفاجئ ان السيرفيس او ان السيستم مش افيلابل او ان السيرفيس از دينايد، يعني تم تجاهلها. تمام، لو ده حصل يبقى ده ضد الكمبيوتر سكيورتي. يبقى انا بعمل سكيورتي عشان احقق الثلاث حاجات دول، الكونفيدنشياليتي والانتجريتي والافيلابيليتي، عشان اقدر اتعامل معاهم. بيسموا الثلاث مبادئ دول يا جماعه سي اي ترياد. سي اي السي جايه من كونفيدنشياليتي، والاي انتجريتي، والاي الافيلابيليتي ترياد، يعني اللي هو ثالوث يعني او ثلاث حاجات يعني.
فالتلاتة كونسبتس دولت أساسيين معايا، وهم دول اللي بيمثلوا لي الفاندمنتال سكيورتي اوبجكتيفز، سواء كنت بتكلم على داتا او انفورميشن بتاع اي سيرفيس معين. لو ان انا جيت بدرس السكيورتي بتاع سيستم معين والتلات حاجات دول فيهم حاجه فيهم ناقصه، يبقى انا كده بقى عندي مشكله في السكيورتي ديت. بالرغم من ان السي اي اي ترايد دولت اللي هو الثلاثي ده بنقدر نقول ان هو فعلا بيعرف كويس قوي السكيورتي اوبجكتيفز وانها تعتبر ويل استابليش، الا ان احيانا في عالم السكيورتي فيلد بيبداوا يضيفوا لنا additional concepts are needed عشان تتكلم ايضا على السكيورتي. من ضمن الكونسبتس ديت في تو كونسبتس، يعني في كونسبتس جديده ضافوها في عالم السكيورتي، بس دول الثلاثه الاساسيين. في اتنين كمان نقدر نقول عليهم انهم اتضافوا على الموضوع ده. الاثنين دول احنا الثلاثه الاساسيين بتوعنا اللي هو الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي. هنلاقي هنا بيننا اتنين كونسبتس معايا. الكونسبت الاولاني حاجه اسمها الاوثنتسيتي. يعني ايه الاوثنتسيتي؟ يعني ايه اوثنتيكيتد؟ اوثنتيكيتد يعني موثوق بيه. ويعني ايه موثوق بيه؟ يعني ايه لو انا جيت قلت لك جيت اشتري حاجه فتقول لي لا انا عايز حاجه موثوق فيها، يعني حاجه جينيون. يعني ايه جينيون؟ يعني اصلي، اوريجينال، تمام كده؟ فمعناه اوثنتسيتي معناه ان انا ازاي افيريفاي واتاكد ان الحاجه دي فعلا تراست. اوضح اكتر، يعني ازاي اتاكد ان اليوزرز ار هو ذي سي ذي ار. يعني واحد داخل يقول انا محمد اللي من حقي ان يخش على السيستم ده، ايوه انا بقى عايز اتاكد ان هو فعلا محمد مش حد تاني، تمام؟ لازم عايز اتاكد ان الداتا اللي جايه لي دي جايه من تراستد سورس، سورس موثوق منه. فهو ده المبدا بتاع الاوثنتستي. المبدا الثاني الاكاونتابيلتي. اكاونتابيلتي معناها ان حد، ان السيستم يبقى معتمد عليه. طب ازاي انا اضمن ان السيستم ده يعتمد عليه؟ يعتمد عليه ايه؟ يعتمد عليه ضد الفيلير، يعني لو حصل اي فشل لا انا اعرف ارجع واقدر اتعامل معاه. ففي حاله الاكاونتابيلتي دي بيقولوا فيها ايه؟ الاكاونتابيلتي معناها ان ده احد اهداف السكيورتي اللي بيقول انه لازم يبقى عندي اقدر اتتبع انتيتي معين واقدر اعمل له تريس الاكشنز اللي عملها في قلب السيستم عباره عن ايه. لان انا لو قدرت اتتبع الاكشنز اللي بتتم جوه السيستم كويس ويبقى عندي ريكوردز سجلات بكل حركه بتحصل في قلب السيستم، بكل اكشن بيحصل في قلب السيستم، فانا اقدر بعد كده لو حصل حاجه اقدر اعمل فورنسيك اناليسيس وتتبع ده عشان اقدر اكتشف الاكتيفيتي دي حصل فيها ايه والاختراق ده حصل ازاي وابدا اتعامل معاه. ساعتها بنقول ان السيستم ده اكاونتبل. يعني ايه؟ يعني يقدر اعتمد عليه، لان بيديني تولز اقدر اعرف بيها فعلا ايه الخطوات اللي حصلت والدنيا ماشيه ازاي واقدر اتتبع الموقف كويس. وبكده يبقى اصبح الاوبجكتيفز بتاعت الكمبيوتر سكيورتي عندي اكتملت الى خمسه. بس بكرر تاني ان في ثلاثه اساسيين اللي هم السي اي اللي احنا قلنا عليهم، الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيلتي، اضاف عليها اوثنتستي والاكاونتابيلتي. طيب الثلاثه كونسبتس بقى الاساسيين دول هم دول اللي هنبقى بيمشوا معانا وبيركزوا معانا اكتر، تمام، طول ما احنا بنتكلم على الكمبيوتر سكيورتي. لو انا جيت حبيت اتكلم على الكونفيدنشاليتي معناها ازاي دايما احافظ على ان الاوثرايزد ريستريكشنز اون انفورميشن اكسس. يعني ايه سري للغايه؟ يعني مين اللي اكسس المعلومه دي، تمام؟ فلازم دايما اللي اكسس المعلومه دي لازم يكون اوثرايزد، شخص له الحق انه يعمل كده، واني احافظ على ان المعلومات دي ما يحصلهاش ديسكلوجر. ديسكلوجر يعني يتم الافصاح عنها وتبقى مشاع بقى كده وتبدا تتعمل لي مشاكل وتبدا القصه دي. طب لو انا جيت اتكلم على المبدا بتاع الانتجريتي، يعني ايه الانتجريتي؟ الانتجريتي يعني معناها ان انا عايز احافظ على ما يحصلش انفورميشن موديفيكيشن، تعديل للبيانات او المعلومات، او يحصل ديستراكشن للانفورميشن دي، او يحصل تدمير للداتا دي. لو ده حصل يبقى انا كده بوظت المبدا بتاع الانتجريتي معايا. المبدا الثالث هو عباره عن الافيلابيلتي، الاتاحيه. لازم السيستم بتاعي يبقى افيلابل على طول، مفيش حاجه اسمها denied access. اجي اكسس يقول لي لا الاكسس ده مش متاح او مش موجود، يبقى ساعتها الاكسس ده مش reliable، يعني ما اقدرش ادخل عليه في اي الوقت ولا اقدر اتعامل معاه.
يعني طبعا احنا عارفين ان في اتاك مشهور قوي اسمه دي او اس، اللي هو دينايل اوف سيرفيس. دينايل اوف سيرفيس ده يعني ايه؟ يعني سيرفر بيبقى بيقدم خدمات للناس، يقوم هو جاي قاعد بيحاول ان هو يقعد يعمل له اتاك اتاك اتاك، يهاجمه كتير كده، فيبدا ما يعمل يهاجمه ويطلب منه طلبات كتير، يلاقي بعد شويه السيرفيس دي تقع وما تبقاش افيلابل والسيرفر يقع. يبقى انا كده لو ده حصل يبقى انا كده حصل مشكله في الافيلابيلتي بتاع السيستم، يبقى السيستم ده مش سكيور او ما بيحققش المبادئ بتاع السكيورتي بتاعتي. لازم احنا نبقى عارفين ان لو حصل اتاك للسكيورتي والسكيورتي وقعت، ففي ليفلز اوف امباكت. ليفلز اوف امباكت يعني مستويات للتاثير. قد يكون التاثير بتاع الاتاك ده لو منخفض، او مودريت معتدل او متوسط يعني، او هاي العمليه صعبه جدا. ده بقى بيحدده على حسب ايه؟ على حسب الاثار المترتبه على الكلام ده. لو انا عندي limited adverse effect يعني تأثير سلبي محدود على الاوبريشنز وعلى الاورجنايزيشنال اسيتس وعلى الانديفيدوالز، يبقى ساعتها بسمي الامباكت ده لو منخفض. لو كان التأثير بتاعي كان serious adverse effect يعني كان اثر سلبي، يعني هو مش limited serious يعني الى حد ما عالي او كده، بس مش عالي قوي يعني، بس عالي مش limited مش محدود، يبقى ساعتها بنسمي الامباكت ده مودريت. اما لو كان سيفير او كاتاستروفيك، سيفير يعني حاد قوي، كاتاستروفيك يعني كارثي، اثر سلبي كارثي على الاورجنايزيشنال اوبريشنز وعلى الاورجنايزيشنال اسيتس وعلى الانديفيدوالز، يبقى ساعتها بنسمي الامباكت بتاعي دوت عباره عن امباكت هاي. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي بعد ما عرفنا المبادئ الاساسيه بتاعه الكمبيوتر سكيورتي واهدافها الاساسيه، تعالوا نتكلم بقى على ان لما نيجي نشتغل في الكمبيوتر سيكيورتي بيبقى في مجموعه من التشالنجز، التحديات اللي بتواجه اي حد شغال في الكمبيوتر سيكيورتي. اول تشالنج معانا هو ان الكمبيوتر سيكيورتي is not as simple as it might first appear to the beginners. الناس اللي لسه داخلين في البدايه بيعتبروا ان الكمبيوتر سيكيورتي دي حاجه سيمبل وحاجه بسيطه. لا يا جماعه، السيكيورتي وانك تامن مكان ده حاجة صعبة جدا، وبالتالي هو مش سهل، مش حاجة سهلة خالص. التشانل التاني، وانت جاي بتعمل سيستم او ميكانيزم او الجوريزم سيكيورتي، مشكلتك انك انت لازم تبقى دايما حاطط في اعتبارك ان في اتاكس هتحصل على كل السيكيورتي فيتشرز بتاعتك دي. انت مش بتبني حاجة او مش بتبني سيستم وبتقول اه لا ده الدنيا تمام، لا ده انت لازم تبني سيستم قوي، لان انت السيستم بتاعك اللي انت حاطه ده تأكد انه هيحصل عليه اتاك جامد، فلازم يكون قوي جدا. فده في حد ذاته تشالنج تاني. In developing a particular security mechanism او algorithm, one must always consider، لازم دايما تبقى حاطط في اعتبارك potential attacks on these security features. انت مش تبني السيستم ويركن ويبقى تمام، لا خالص، بالعكس ده هيبقى دايما بيتعرض الى اتاك معاك. تالت تشالنج معايا هو ان البروسيجرز يوزد تو بروفايد بارتيكولر سيرفيس ار اوفن نوت ريزونبل. يعني ايه الجمله دي؟ هو انت لما بتيجي تامن سيستم اصلا، انت جاي بتامن السيستم ده عشان السيستم ده بيقدم سيرفيسز معينه، فانت عشان تامنها بتراجع معاك البروسيجرز اللي بيحصل عشان السيرفيس دي تتقدم. بتتفاجئ وانت بتراجع الاجراءات دي، ايه يا جماعه الخطوات اللي انتوا بتعملوها عشان تقدم السيرفيس دي؟ يقول لك مش عارف بنعمل الخطوه الاولانيه كذا، الثانيه كذا، الثالثه كذا. تلاقي في اغلب الاحيان البروسيجرز اللي محطوطه دي اللي انت عايز تامنها او اللي السيستم بتاعك عايز يامنها نوت ريزونبل، مش منطقيه كده ولا انالوجيك ولا اي حاجه. وده في حد ذاته رخر تحدي، لانك بتبقى محتاج انك تعيد ترتيب الاوراق عشان تقدر تامن الدنيا صح وتبدا تتعامل معاها. طيب التأمين يا جماعة مش دايما لازم يكون تأمين لوجيكال بس، لا في تأمين فيزيكال كمان. يعني ايه كلمة لوجيكال وفيزيكال؟ يعني انا اقصد التأمين مش عبارة عن سوفت وير وبرمجة وان انا ابني سيستم بيقفل احتمالات والكلام ده وبس، لا خالص، في كمان تأمين فيزيكال. تأمين فيزيكال يعني فعلا في اوضة مثلا المفروض دي اوضة السيرفر مش اي حد يعمل لها اكسس، يعني ده معناه ان انا ممكن احط فرد امن سيكيورتي على الباب، او ان انا احط
تأمين فعلا نظام أمني بكوالين معينة، بالأكسس بسمارت كارد معين، بفينجر برينت، بأي حاجة بايومتريك، أي حاجة قياسات حيوية البني آدم زي الباسمة زي الأيرس. فبالتالي لازم يبقى التأمين، لازم أبقى واخد بالي إن هو بيبقى في فيزيكال وفي لوجيكال بليسمنت، ممكن أحطها حاجات أأمن بيها وحاجات أقدر أتعامل معاها، حاجات عبارة عن برامج وحاجات عبارة عن تأمين فيزيكال فعلا للمكان اللي موجود معايا. طيب التشالنج اللي بعد كده بيقول ايه؟ انك دايما وانت جاي بتأمن او بتحط سيكيورتي ميكانيزم معين، في الغالب انت ما بتستخدمش الجوريزم واحد او بروتوكول واحد تأمين، لا انت بتستخدم اكتر من حاجة. طيب والاكتر من حاجة اللي انت بتاخدها ده بتحطها في الخطة بتاعتك، يعني ده بيريكواير ان عدد كبير من البارتيسيبانتس او اليوزرز، عدد من المشاركين كتير جدا، لازم يمتلكوا سيكريت انفورميشن، المعلومات السريه بتاعت الانظمه دي. ما هو انت حاطط سيكيورتي، اه صحيح، باسوردات واكسس كنترول وحاجات زي كده، بس الموظف ده هيبقى معاه الباسورد دي، والموظف ده هو اللي هيجنريت الباسورد دي، والموظف ده هو اللي هيدستريبيوت يوزع الباسورد دي، والموظف ده، كل ده بيتطلب تحدي كبير جدا على مين اللي هيحمي كل هذا الكم من السيكريت انفورميشن، تضمنهم منين؟ وده في حد ذاته عباره عن التشالنج رقم 5 في عالم الكمبيوتر سكيورتي. طيب التشالنج السادس، لو حد جه قرر انه يهاجم السيستم بتاعك ده، فهو دايما بيدور على سنجل ويكنس، نقطه ضعف واحده تمام يهاجمك منها. طب كويس، ده جميل، لكن انت عشان وانت جاي تبني السيستم ده وبتعمل له ديزاين، بتلاقي نفسك ان مش المفروض منك انك تهندل نقطه ضعف واحده، لا بالعكس، ده انت مطلوب منك انك تبني سكيورتي سيستم بيرفكت. بيرفكت يعني ايه؟ يعني بيقدر يسد كل الويكنسز الممكنه او المتاحه، لان كل ما في نقطه ويكنس موجوده وتثابت، يبقى ده معناه انها فرصه للاتاكر انه يخش. فطبعا التحدي مختلف تماما، الاتاكر بيدور على ويكنس واحده بس يخش لك منها، في حين انت كديزاينر وانت جاي بتصمم الكمبيوتر سكيورتي سيستم، لازم تكون مقفل كل الويكنس بوينتس اللي هي تقدر تدخل منها او اي حد يقدر يدخل منها، وده طبعا تشالنج، والتشالنج مش قليل. نقطه رقم 7، السكيورتي لغايه دلوقتي لا زالت بيتبص لها على انها افتر ثوت. يعني ايه افتر ثوت؟ يعني حاجه كماله كده، يعني مش حاجه اساسيه، يعني يبنوا السيستم ويبنوه ويبنوا سيستم ويصرفوا عليه جامد جدا، لكن ما بيبصوش خالص على السكيورتي بتاعته. فالسكيورتي دايما تبقى حاجه اديشنال، بعد ما السيستم يتبني يبدا يفكر في السكيورتي بتاعته تبقى عامله ازاي. وطبعا ده بيعمل مشاكل كبيره جدا، لان انت مش عامل حسابك لكذا وكذا وكذا اثناء الديزاين بتاع السيستم ده، فبالتالي بيبقى الموقف مختلف. على عكس بقى ما انت وانت جاي اصلا بتعمل ديزاين لسيستم معين، تنتجريت جواه مجموعه من السكيورتي او السكيورتي ايشوز مختلفه تقدر تتعامل معاها. نقطه رقم 8 او التشالنج اللي بعد كده، ان السكيورتي دايما بتريكواير ريجولار اند كونستانت مونيتورنج. يعني ما ينفعش اقول انا خلاص امنت وعملت سكيورتي سيستم وانام بقى على كده، لا ده كلام ما بيحصلش، ده انت لازم دايما يحصل مونيتورنج، متابعه. المتابعه دي بتتوصف بانها كونستانت وريجولار، بصفه دايمه وثابته. طيب تمام، في بقى مشكله ثانيه كمان في التحدي رقم 9 بقى. رقم 9 ده بيقول لك ايه؟ انه دايما اليوزرز والسيستم مانجرز والمديرين والكلام ده بيبصوا على السكيورتي انه يعني ملوش اي فايده، وعشان كده دايما اما يجوا يعملوا انفستمنت ليه يستثمروا فيه قليل، لان هو بيبقى شايف انه بياخد منه ليتل بنفيت، تمام؟ فالانفستمنت بتاعه بيبقى قليل. لغايه ايه بقى؟ لغايه لما يحصل فعلا سكيورتي فيلير. لو حصل سكيورتي فيلير، حاجه خارقه بقى، والشركه او المؤسسه دخلت في كارثه، يبدا يقرر انه يصرف كتير. فطبعا ده تحدي ليه؟ لان انت شغال في كمبيوتر سكيورتي وجيت تطلب من المديرين والناس اللي بيدوك الفاند، انا عايز وعايز وعايز عشان اصرف على السكيورتي، يقول لك انا هصرف على السكيورتي ليه كل ده؟ انا مش هديك كل الفاند اللي انت عايزها ديت،
انت كده يعني بتهدر مال الشركه زي ما بيقول. هو ليه؟ لانه باصص على السكيورتي انه بيدفع فلوس مش راجعه له طبعا. اما لو بقى لا قدر الله حصلت له كارثه يقول لك لا امن وادفع، ويبدا يتعامل مع الموضوع بشكل ايه يعني جاد شويه. النقطه رقم 10 او التحدي العاشر، ان من يوزرز او حتى السكيورتي ادمنستريتورز اللي موجودين بيبصوا على انك ما تعمل سترونج سكيورتي، سكيورتي قويه قوي، بيبصوا عليها على انها بارير وانها ضد الفريندلي اوبريشن اوف انفورميشن سيستم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شايف انك بتحط عليه قيود وبتضايقه، والشغل بتاعه ما بقاش فريندلي، لان كل ما يجي يدخل او يعمل حاجه يقعد يقول له سكيورتي ايشو سكيورتي ايشو، يطلب منه اكسس، دخل باسورد، اتاكد، يسيب الجهاز دي او يرجع يلاقي الباسوردات بدات تطلع له مره ثانيه وثالثه. فدايما الموظفين والاداريين اللي موجودين بيبصوا على السترونج سكيورتي على انها بارير او عائق على efficient user friendly operation للانفورميشن سيستم بتاعه او اليوزر اوف انفورميشن. وبكده احنا خلصنا الجزء بتاع التشالنجز بتاعه الكمبيوتر سكيورتي. هنتكلم بقى دلوقتي عن جزء تاني مهم جدا اللي هو الكمبيوتر سكيورتي ترمينولوجي. يعني ايه كمبيوتر سكيورتي ترمينولوجي؟ اهم المفاهيم او المصطلحات اللي موجوده في عالم الكمبيوتر سكيورتي. نبدا باول مفهوم معايا اللي هو الادفيرسري. الادفيرسري او ما يطلق عليه اسم الثريت ايجنت، يعني بيترجموه على انه هو ده الخصم او العميل اللي بيمثل تهديد. ده عباره عن ايه؟ بيعرفوه على انه ممكن يبقى individual شخص، ممكن يبقى جروب مجموعه، ممكن يبقى organization مؤسسه، او حتى government او حكومه. طب بيعملوا ايه دول او هدفهم ايه؟ that conducts or has the intent to conduct، يا اما بيعمل يا اما عنده نيه انه يعمل ايه؟ harmful activities، انشطه ضاره ليك، فساعتها يتقال عليه ان هو adversary خصم او threat agent. ده مصطلح مهم جدا. المصطلح التاني عندنا هو عبارة عن الاتاك. اتاك يعني حصل هجوم خلاص. فما هو تعريف الاتاك؟ الاتاك في عالم السكيورتي هو عبارة عن any kind of malicious activity، اي نوع من الانشطة الخبيثة that attempts to collect، بتحاول انها تجمع، disrupt تعطل، deny تتجاهل، degrade تقلل في البرفورمانس، or destroy او تدمر. تدمر مين بقى؟ information system resources or the information itself، يعني يا اما يدمر ال resources بتاع نظام المعلومات اللي موجود او ال information نفسها اللي هي ال assets مثلا اللي عندي. ده ال attack. اللي عكس ال attack على طول، المضاد بتاعه يعني المصل بتاعه، هو ال counter measure. counter measure ده مصطلح بيتقال على ايه؟ على اي device، جهاز او تكنيك مش لازم يبقى جهاز، بيستخدم ليه؟ الاوبجيكتيف بتاعه هو ذا بريفنشن، الوقايه، اوف ذا اوبريشنال افكتيفنس، بتاع الوقايه من اي عمليات اوف ان ديزايربل اور ادفيرسال اكتيفيتي. يعني معناها ان انت تعرضت للاتاك، فالاتاك ده بيسبب لك مشاكل في التشغيل ومشاكل في وحاجات كلها سيئه معاك. فانت بقى اي حاجه هتستخدمها عشان تقي نفسك من المشاكل دي يبقى ساعتها بيتقال عليها عباره عن كاونتر ميجر. طبعا ده بينكلود كمان ذا بريفنشن اوف سبونتاج، تمام، اللي هو اعمال التجسس، سابوتاج اللي هو التدمير، سفك سرقه، ان اوثرايزد اكسس، يعني انك انت انك تاكسس حاجه وانت غير مخول ليها انك انت تاكسس الكلام ده او غير مصرح ليك، or use of sensitive information او انك تستخدم معلومات حساسه قوي، or information system. الكونسبت اللي بعد كده اللي هو عباره عن ريسك. ريسك يعني ايه خطر؟ ريسك هو عباره عن a measure of the extent to which an entity is threatened، يعني مقياس بقيس بيه الانتيتي بتاعي دوت، درجه تهديد انتيتي معين للشركه بتاعتي او المؤسسه بتاعتي.
طبعا ده بيتم عن طريق باي بوتنشال سيركمستانس، عن طريق ظروف وقدراته اللي انا اقيس اللي هو هيعمل ايه، او تيبيكالي ا فانكشن او وظيفه بتاعته. ده عن طريق حاجتين، الادفيرس امباكتس يعني التاثيرات السلبيه that would arise if the circumstance or event occurs، لو حصل فعلا الاتاك ده او الخطر ده، وذا likelihood of occurrence يعني احتماليه او نسبه ان فعلا الخطر دوت يظهر، عباره عن ايه. فبقيس الريسك من الحاجتين دول، التأثير السلبي بتاعه اللي ممكن يحصل عبارة عن ايه، وفرصة ان هو يحصل اصلا او احتمالية انه يحصل دوت قد ايه. طيب نيجي بقى لحاجة اسمها security policy، السياسة العامة للأمن بتاع شركة او مؤسسة هي عبارة عن ايه. يعني ايه سياسة عامة؟ سياسة عامة هنا عبارة عن a set of criteria، يعني مجموعة المعايير او القواعد for the provision of security service، لانك تقدم خدمات امنيه وتحافظ على الامن بتاع الشركه. وده معناه defines and constrains، يعني هو بيعرف وبيحط قيود على the activities of a data processing facility، على معالجه البيانات in order to maintain a condition of security for system and data. هدفه الاساسي ان انا احافظ على ظروف او بيئه مناسبه امنه للانظمه والبيانات اللي موجوده معايا. فطبعا الحته الاولانيه دايما بتاع سكيورتي بولسي مجموعه كرايتيريا عشان تحافظ بيها على الخدمات الامنيه. اما اتكلم عن حاجه اسمها سيستم ريسورسز، لازم اعرف ان ده الاسيتس بقى او الهدف بتاعي دايما من اني اعمل كمبيوتر سكيورتي او احط سكيورتي بولسي. وانت ليه بتحط خطه امن؟ عشان عندك اصول او مقتنيات مهمه هي دي اللي انت عايز تحافظ عليها، اللي هي طبعا قد يكون من ضمنها انفورميشن، قد يكون من ضمنها معلومات، قد يكون حاجات كتير قوي هنشوفها دلوقتي. فعشان كده ده التعريف اللي جاي بعد كده اللي هو اسمه سيستم ريسورس او اسيت. اسيت يعني مقتنيات او اصول عندك مهمه انت عايز تحافظ عليها، ودي هدف الاساسي بتاع انا بعمل سكيورتي ليه؟ عشان احافظ على الحاجات دي. قد يكون السيستم ريسورسز ديت عباره عن ميجور ابلكيشن، برنامج مهم بالنسبه لي. قد يكون جنرال سبورت سيستم، نظام مساندة هام يعني للشركة. High impact program، برنامج بس له تأثير عالي. Physical plant، قد يكون مبنى. Mission critical system، قد يكون نظام معين مهم. قد يكون personal، ممكن يبقى أشخاص أو أفراد. ممكن يبقى equipment، معدة. ممكن يبقى يكون logically related group of systems، قد يكون مش system واحد، لا مجموعة أنظمة مرتبطة ببعض ارتباط لوجيكال معين. كل دي امثله للاسيتس اللي ممكن تبقى موجوده في قلب مؤسسه او شركه معين. المفهوم اللي بعد كده هو حاجه بنسميها ثريت. ثريت بقى يعني تهديد. ناخد بالنا في الفرق ما بين الريسك وما بين الثريت. تمام؟ الثريت او التهديد بيقولوا عليه هو any circumstance or event with the potential to adversely impact organizational operation، يعني اي ظروف او اي حدث له القدره على انه يسيب تاثير سلبي على العمليات اللي بتتم داخل المؤسسه، سواء كان الميشن بتاعه المؤسسه اللي هي الرساله بتاعه المؤسسه اللي المفروض تقوم بيها، الفانكشنز الوظائف اللي بتقوم بيها، الايمج اللقطه والصوره بتاعه المؤسسه، ريبيوتيشن سمعتها سمعه المؤسسه، او الاورجنايزيشنال اسيتس اللي هي لسه قايلينها الاصول بتاعه الشركه ومقتنياتها، individuals الافراد، other organizations عارفين كل اي حاجه في الدنيا ممكن تتم وتتاثر بحيث قد تؤدي الى unauthorized access، حد يأكسس مش من حقه ان يأكسس، يحصل destruction تدمير للبيانات والمعلومات، يحصل disclosure افشاء للمعلومات او الحاجات دي، يحصل modification يحصل تعديل، تمام، او يحصل حتى denial of service. ولو احنا ركزنا في الحاجات دي كلها هتلاقي الحاجات دي معناها انك انت بوظت الثلاث مبادئ الاساسيين بتوع الكمبيوتر سيكيورتي، confidentiality والافيلابيليتي، و الكونفيدنشاليتي والافيلابيليتي والايه والانتجريتي. تمام؟ لو الثلاثة دول حاجه منهم باظت يبقى ده بيمثل بالنسبه لي ثريت او تهديد. طيب اخر مفهوم عندنا في الترمينولوجي الفيرنابيليتي، اللي هي عباره عن الويكنسز او نقاط الضعف في قلب الانفورميشن سيستم بتاعك او في سيستم سيكيورتي بتاعك،
اي نقطة ضعف موجودة اللي هي could be exploited، يعني ممكن تستغل or triggered by a threat source، بمصدر تهديد، يتقال عليها على طول vulnerability، اللي هي معناها نقطة للاختراق او انك انت بتسمح لان يبقى في نقطة ضعف اقدر اتعامل مع القصة دي. المفاهيم اللي احنا شرحناها دي مع بعض نقدر نفهمها اكتر وعلاقتها ببعض، يعني ان كنا شرحناها مفاهيم نظري فاحنا ممكن نبص عليها على الرسمة دي كويس. بيقولوا ان دايما الاونرز او الملاك او اصحاب الحاجة عندهم فاليو، عندهم حاجة مهمة قوي اللي هي عبارة عن الاسيتس دي، وعشان هم عندهم الحاجة المهمة دي فهما بيمبوزوا بيفرضوا معايا كاونتر ميجرز. طبعا بفكرك الكاونتر ميجرز اللي هي عبارة عن ايه، التكنيكس او الديفايسز اللي بيستخدموها عشان يجابوا اي خطر للشركة، فعشان كده ده كاونتر ميجرز بتستخدم عشان تريديوس مين، عشان اقلل الريسك، الخطر، الخطر اللي هو على مين، على الاسيتس، تمام. وعشان كده دايما الاونرز بوشتو مينيمايز، بيحاولوا ان هما دايما يقللوا الريسك اللي بتتعرض له الاسيتس اللي موجودة معاك. في نفس الوقت زي ما في اونرز موجودين ويهمهم الاسس بتاعت الشركه، في ثريت ايجنتس. ثريت ايجنتس اللي هم مصادر التهديدات، دول give rise to the threats، هم دول اللي بيطلعوا التهديدات اللي هي للاسيتس، والتهديدات دي اللي هي بت increase the risk، بتزود الخطر برضو على الاسيتس اللي موجوده معايا. عشان كده ثريت ايجنت بيوش تو ابيوز، بيحاول ان هم يسيئوا استخدام or may damage، يعني يدمروا الاسيتس اللي موجوده. دي وبكده دي السكيورتي كونسبتس اللي احنا شرحناها وعلاقتها ببعضها. طب احنا عمالين نجيب سيره اسيتس اوف كمبيوتر سيستمز كل شويه، نقدر نقول ان الاسيتس دي او المقتنيات هي عباره عن ايه؟ عباره عن الهاردوير، عباره عن السوفتوير، عباره عن الداتا، عباره عن الكوميونيكيشن فاسيلتيز اند نتورك. هنا بقى محتاج افكرك بحاجه، افكرك بالتعريف اصلا بتاع الكمبيوتر سيكيورتي في البدايه، لما كنا اتكلمنا عن يعني ايه كمبيوتر سيكيورتي، فقلنا ان هو عباره عن ميجرز، معايير وكنترولز، صح كده؟ عشان انشر الثلاثه كونسبت بتوعي، الثلاثه كونسبت بتوعي انشرهم على ايه بقى؟ قال لك على الهاردوير والسوفت وير وعلى الفيرم وير وعلى الداتا اللي هي بينج بروسيسد او كوميونيكيتد او ترانسميتد او اتنقلت. طب ما هم دول الاسيتس اوف A computer system، ان ممتلكات نظام المعلومات اللي بيبقى موجود عباره عن ايه؟ عباره عن هاردوير اللي هي الاجهزه اللي موجوده، سواء كانت اللي بتقوم بالداتا ستورج بالتخزين او البروسيسنج زي اجهزه الكمبيوتر وما الى ذلك، او الداتا كوميونيكيشن ديفايسز اللي هي اجهزه النتورك بتاعتي. دول كلهم عباره عن اجهزه نتورك. نتورك يعني نقل البيانات اللي موجود. كل ده يعتبر امثله للهاردوير، تمام. طيب ايه كمان اللي موجود معايا اللي انا بقدر اتعامل معاه؟ اقدر اقول السوفت وير. السوفت وير بقى هي كل البرامج بتاعتي بانواعها. عارفين ان انواع السوفت وير يا اما اوبريتنج سيستمز او انظمه تشغيل، يا اما سيستم يوتيليتيز اللي هم دول مع بعض بنسميهم سيستم سوفت وير، يا اما ابلكيشن سوفت وير، تمام. طيب الهاردوير والسوفت وير وبس؟ لا، في الداتا. الداتا دي بتنكلود ايه؟ الداتا دي الشركه بيبقى عندها داتابيز، قواعد بيانات، بيبقى عندها security related data اللي هي البيانات اللي بتحتوي على الباسورد فايلز بقى والاكسس كنترول، اكسس كنترول والحاجات اللي زي كده. طيب اخر نوع من انواع الاسيتس الكوميونيكيشن فاسيلتيز اند نتورك، كل حاجه بقى ما لها علاقه بالكمبيوتر بالكوميونيكيشن والنتورك والحاجات اللي زي كده، زي اللينكس والبريدجز والراوترز والسويتشز والاجهزه المختلفه اللي موجوده معايا اللي انا ببدا اتعامل معاها. لو احنا حبينا نبص على الفولنابيلتيز او نقاط الضعف اللي موجوده عندنا اللي كنا لسه بنتكلم عنها، لازم نعرف ان الفولنابيلتيز دي بتبقى مصدر ان التهديد يجي للشركه، لان التهديد دايما بيستغل نقاط الضعف عشان يخش منها. فاحنا عندنا انواع الفولنابيلتيز دي ثلاث انواع: corrupted وليكي unavailable or very slow. يعني ايه corrupted؟ يعني ايه كوربتد؟ يعني الكلمه دي على فكره احنا بنستخدمها دايما لما نيجي نعمل داونلود من على النت وننزل فايل، والفايل ده نيجي نحاول نفتحه بعد ما ينزل تلاقيه ما بيفتحش او باظ، فنقوم نقول فايل حصل له كوربشن. يعني ايه حصل له كوربشن؟ يعني الفايل تلف، باظ، عطل، الداتا لما نقل ما نفعتش، فتلاقينا بنمسحه وعايزين ننزله تاني من اول وجديد عشان ما يبقاش كوربتد. فبيقول لك اما اجي اقول ان الفولنابيلتي اللي عندي كوربتد، يعني ايه؟ يعني السيستم ممكن يبقى كوربتد. يعني ايه كوربتد؟
يعني يعمل حاجات غلط، يطلع نتائج غلط، يقدم سيرفيسز غلط، ان الستورد داتا بتاعته اللي متخزنه ممكن تختلف من مكان لمكان. الله الله. طب ما انا لو جيت قلت ان الداتا مختلفه والحاجات اللي طالعه غلط، يبقى ده معناه ان انا ضربت كده المبدأ بتاع مين؟ ايوه بتاع الانتجريتي، لان الانتجريتي هو اللي بيقول ان الداتا ما يحصلش فيها موديفيكيشن. فده نوع الفولنربيليتي او نقطة الضعف لو اتوجدت في السيستم في هذه الحالة. النوع الثاني من الفولنربيليتي اللي يبقى موجود اللي هو الليكي. ليكي ده يعني ايه؟ ليكي ده يعني معناها ان السيستم ممكن يبقى في واحد ما ملوش الحق انه ياكسس داتا معينه، واتفاجئ ان الداتا دي بالنسبه له افيلابل وقدر ان هو يخش. طب ما لو ده حصل يبقى انا بوظت مبدا تاني اللي هو الكونفيدنشياليتي. ايوه صح، وعشان كده بنسميها في الحاله دي انك انت عملت لوس اوف كونفيدنشياليتي. تمام. النوع الثالث من الفولنربيليتي اللي موجود هو الان افيلابل اور فيري سلو، اللي هو ان السيستم يتعرض ان السيرفيس مش متاح، السيستم حصل لها او السيرفيس اللي موجوده denial of service، او انها تبقى بطيئه جدا لدرجه برضو انك انت حاسس ان السيستم سيء وبتاع. يبقى في الحاله دي الله، طب ما انا كده ضربت المبدا التالت اللي هو loss of availability. افهم من كده ان الانواع او الكاتيجوريز بتاع vulnerabilities اللي هي نقاط الضعف اللي موجوده في السيستم، هي متقسمه لثلاث حاجات طبقا لان انا بوظت بيهم الثلاث مبادئ الاساسيين بتوع الكمبيوتر سيكيورتي. بوظان كل مبدأ من ده يبقى بيؤدي الى على طول vulnerability، يعني نقطة ضعف معينة في السيستم اللي موجود. هنتكلم بعد كده عن مبدئين جبناهم برضو واتكلمنا عنهم، اللي هو الثريتس والاتاك. الثريت والاتاك هو عبارة عن ايه وايه علاقتهم ببعض؟ طيب قبل ما نقول علاقتهم ببعض، عايزين الاول نعرف انه بيقولوا على الاتاك ان هو threats carried out، يعني التهديد اما يتنفذ بقى معناها ما بقاش تهديد، بقى عباره عن اتاك، وهو ده المفهوم اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى تاني الثريت ده تهديد، الاتاك هو عباره عن threat carried out اتنفذ خلاص. الثريت دايما التهديد بيبقى هدفه انه يعمل اكسبلودنج للفولنربيليتي، يعني يشوف نقطه الضعف اللي موجوده ويحاول يستغلها. تمام. وبالتالي هو بيمثل طبعا بوتنشال سكيورتي هارم تو ان اسيت، يعتبر ضرر او تهديد للمقتنيات او الاسيتس اللي موجوده عندي. الاتاكس بقى اللي هي بنقول عليها ثريتس كارد اوت دي، انا اقدر اصنفها تصنيفين، يا اما اصنف الاتاك ده ان في اتاك باسيف وفي اتاك اكتف، يعني باسيف مبني المجهول واكتف مبني المعلوم، يا اما الاتاك ده انسايدر او اوتسايدر، يعني يا اما من جوه يا اما من بره. نبدا الاول بالباسيف والاكتف، امتى الاتاك يتقال عليه باسيف وامتى الاتاك يتقال عليه اكتف؟ الاتاك يتقال عليه باسيف لو الهجوم ده كان مقتصر فقط على انه يعمل make use of information from the system، يعني هو مش هيضر السيستم ريسورسز بشكل مباشر، مش هيضر الاسيتس بشكل مباشر، لكن هو هيقعد كده كانن وياخد المعلومات اللي عمال يعرفها وعن السيستم ويبدا يعيد استخدامها ويسيء استخدامها في نفس الوقت لمنافسين لكومبيتيتورز لاي حاجه. فانا كده قاعد بس عمال القط المعلومه وبعدين هعيد استخدامها بعد كده، لكن هل انت الحقت ضرر مباشر بالاسيتس اللي موجوده في الشركه دي او في المؤسسه دي؟ طبعا لا. التاني بقى هو اللي بيعمل كده اللي هو الاكتف. اكتف يعني ايه؟ اكتف ده بيحاول يالتر سيستم ريسورسز اور افكت ذا اوبريشن، يبوظ فعلا السيستم اسيتس اللي موجوده او ياثر على طريقه تشغيلها. لو ده حصل بشكل مباشر يتقال على الاتاك ده ان هو اكتف اتاك، لكن الباسيف اتاك هجوم قاعد عمال بس بيجمع معلومات والمعلومات دي باعها لحد تاني، يبقى انا كده عملت حاجه اسمها باسيف اتاك. طب انسايدر اوتسايدر، باينه ان الانسايدر معناها
ان الاتاك ده حصل له انيشيشن، اتبدا باي بانتيتي موجود اوريدي جوه السكيورتي سيستم بتاعي اللي انا حاطه. اوتسايدر العكس، ان السيستم ده حصل له انيشيشن او حصل له بدايه فروم اوتسايد بريمتر، يعني من خارج المحيط بتاعي اللي انا ببدا اتعامل معاه. طيب الكاونتر ميجر بص عليه اكتر، ما احنا لسه قايلين عليه، هو اي تكنيك او اي ديفايس بيستخدم عشان يمنع، عشان يهاج يوقف التأثير بتاع الاتاك، وهو ده فعلا التعريف اللي هو قاله برضه. ان الكاونتر ميجر بيقول عليه هو any means، اي وسيلة taken to deal with a security attack، هتعامل معها مع security attack. طب دي بقى فيها تدريجة شوية، يعني مش كل الطرق زي بعضها. طبعا انا هدفي المثالي ان انا prevent اصلا particular type of attack from succeeding، هدفه الاساسي انه يمنع خالص اصلا ان يحصل اتاك من انه ينجح، الاتاك ينجح. طب في حالة ان البريفنشن ده is not possible، يعني جيت احاول اعمل منع فالمنع ده فشل يعني، تمام؟ فساعتها بل بعلق بنوع تاني من الكاونتر ميجر، ان انا بس اكتفي بان اعمل ديديكت للاتاك، وان انا احاول اريكفر from the effects of this attack. يعني ايه؟ يعني احاول بس اكتشف الهجوم واحاول ان انا اتعافى من الاثار بتاعه الاتاك دي. لو برضو عملت كده فده نوع من انواع الكاونتر ميجر بتاعي. الكاونتر ميجر لازم اخد بالي ان هو نفسه ممكن ينتروديوس نيو فولنربيليتي، يعني ممكن يبقى هو كمان نقطه ضعف، نقطة ضعف، ويستغلها المهاجم على انه يستغلها وتبقى نقطة ضعف يخش منها على السيستم ويوقعها. هدفنا طبعا ايه؟ الاونرز دايما بتسعى انها تمينمايز الريسك اللي ممكن يجي من اي كونسترين تاني. السكيورتي كونسيرنز يعني بتنكلود اشكال مختلفة، ده السكوب بتاع الكمبيوتر سكيورتي اللي عندي. لو احنا بصينا على الرسمة دي كويس هنلاقي ان انا عندي هنا اتنين كمبيوتر سيستم موجودين، اتنين كمبيوتر سيستم دولت عندي داتا ستورج جوه السيستم، يعني حاجه حافظ فيها البيانات الاساسيه، وعندي كمان داتا بتتنقل من سيستم لسيستم تاني عبر النتورك، تمام؟ وعندي حاجه كمان اللي هي عباره عن ان في ريكويستس بتيجي للسيستم ده المفروض ان انا اعمل لها سبسكرايب. فهو بيقول لك ان في مجموعة مختلفة من السكيورتي واشكال مختلفة من السكيورتي ممكن تبقى موجودة. في البداية لو حد حاول يأكسس السيستم اللي قدامنا فبيبدأ يطلب منه مثلا الباسورد، يعني نوع من اللي بنسميه الاكسس كنترول، ده حاجة مهمة جدا. طيب في نفس الوقت الاكسس كنترول ده عشان اقدر ادخل واقدر اتعامل معاه. في نفس الوقت في اكسس تو كمبيوتر ايه فاسيليتي must be controlled. المرة دي انا جاي طالب خدمة معينة او طلب معين، فلازم يخش يلاقي نفسه قدام جارد موجود، ان في يوزرز بتطلب ريكوستات فانا جاي موقفها بالجارد اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ايه الفرق يا جماعة ما بين ستيب رقم واحد وستيب رقم اتنين؟ لا هنا حد داخل طبيعي يعني صاحب بيت يعني، بس عشان هو جاي داخل اصلا لازم اعمل بروتكشن للسيستم واقول له طلع لي الباسورد بتاعتك ايه عشان اقدر اعرف ان انت ولا لا فتخش على السيستم. لكن هنا دي للناس اللي بيتلقوا الخدمه اللي هم بنسميهم اليوزرز اللي بيطلبوا الريكوست بتاعي. طيب فاليوزرز حتى اللي بيطلبوا الريكوست ده لازم اوقف جارد واتعامل معاه كنوع من البروتكشن اللي معايا. طب هل الدنيا بتبقى كده وبس؟ لا، ده لو انا عندي سيستم وسيستم زي كده في داتا بتتنقل ما بين الاثنين عبر النتورك والترانسميشن لاينز اللي موجود، فانا لازم كمان ابقى مطمن ان الترانسميشن لاينز دي سكيورد، يعني مؤمنه كويس جدا وبشكل كويس. الشكل كمان الرابع ان الداتا نفسها اللي متخزنه على الهارد ديسك الموجوده او اي ستورج ديفايس موجود هي كمان ماست بي سكيورد كويس، ولازم يبقى في ليفل اوف سكيورتي على مستوى الفايل اللي انا بشتغل عليه. طيب تعالوا نشوف بقى بعض الـ examples of threats، يعني شوية تهديدات كده موجودة على الاسيتس اللي موجودة في قلب النظام اللي موجود معايا،
احنا قلنا ان الاسيتس اللي عندي بتتقسم لهاردوير سوفت وير داتا كوميونيكيشن لاينز اند نتورك. يعني دي التقسيمه بتاعت الاسيتس اللي موجوده في كل ليفل من ده. هناخد مثال لهاردوير بيقوم مبوظ الافيلابيليتي مثلا، او بيبوظ او بيكسر المبدا بتاع الكونفيدنشاليتي او الانتجريتي وهكذا. تعالوا نشوف الامثله اللي موجوده دي مع بعض. على سبيل المثال على مستوى الهاردوير مثلا، بيقول لك ايه اللي يحصل لو عندي اكوبمنت معينه از ستولن، جهاز راوتر سويتش كده موجود، او حتى جهاز كمبيوتر اتسرق او حصل له ديسيبل. فده قد يتسبب في ان ما هو الجهاز ده موجود في قلب نظام المعلومات ده عشان يقوم بوظيفه معينه، فانت خدته يبقى الوظيفه بتاعته مش هتقوم، يقوم يحصل بلايند سيرفيس، يعني الخدمه اللي هو بيقدمها ما بقتش موجوده. طيب ده لو انا حبيت اصنف في الثريد ده او التهديد ده هيبوظ ايه؟ بيقول الاكوبمنت اتسرقت، يعني ما بقتش موجوده. يبقى احنا بنتكلم على الوجود، يبقى احنا بنتكلم على الافيلابيليتي. الافيلابيليتي هنا كده باظ. طيب لو انا عندي سي دي او روم، سي دي روم او دي في دي ديفايد موجود، يعني طب ما هو ده هاردوير صح، يبقى احنا كده بنتكلم على هاردوير. ماله بقى حصل ايه؟ السي دي روم او الدي في دي ديت كانت ان انكريبتد، ده هي او دي في دي هي كان عليها داتا وان انكريبتد، يعني ما كانتش مشفره، واتسرقت. هو الهاردوير فعلا ما بقاش متاح هنا وكل حاجه، بس خد بالك بقى، ما هو طالما جبت سيره ان هي ان انكريبتد يعني غير مشفره، يعني ده معناه ان اي حد يقدر ياكسسها، يعني ده معناه ان هي ما بقتش عليها داتا كونفيدنشال. الله الله، يبقى انا كده بوظت مبدا مين؟ الكونفيدنشاليتي. تمام، لان اي حد ان اوثرايزد يوزر هيقدر ياكسس الداتا دي، يبقى انا بوظت الكلام ده. يبقى هي تبع الهاردوير وتبع الكونفيدنشاليتي فايوليشن، انها باظت الكونفيدنشاليتي بتاعتها. لو جينا بصينا على اسيت تاني زي السوفت وير مثلا، سوفت وير يعني انا بتكلم كل كلامي على برامج. طيب في بروجرامز ار ديليتد، برامج كانت موجوده واتمسحت، يبقى انا بتكلم على الافيلابيلتي. الافيلابيلتي يعني ايه؟ الافيلابيلتي مبدا الافيلابيلتي باظ او حصل denying الاكسس ليوزرز معين، افيلابيلتي باظ. طيب لكن لو انا لقيت كوبي من السوفت وير، واحد راح نسخها عمل نسخه لها ان اوثرايز، يعني مش مخول ليه ان هو يعمل الكلام ده، يبقى كده بما اني بتكلم على برامج فهو كاسيت هو عباره عن سوفت وير. بما اني بتكلم على ان النسخه دي بقت ان اوثرايزد، يعني اي حد يقدر ياكسسها، اول ما بتكلم على اي حد يقدر ياكسس، يبقى انا بتكلم على طول على مبدا الكونفيدنشاليتي ان هو كده باظ. طب تعالوا بقى نشوف اول مثال عندنا للانتجريتي اللي معايا. انتجريتي معناه ان حصل موديفيكيشن، يعني حصل تلاعب او تغيير في قلب جزء من الداتا او في البرامج. فبيقول لك لو كان في عندي a working program، برنامج شغال، is modified، اتعدل، either to cause it to fail، يا اما بسبب انه انا عايز هدف انه يقع during the execution اثناء التنفيذ، or to cause it to do some unintended task، او ان اخلي البرنامج ده يعمل task unintended لم تكن ينتوي ان هو يعملها. تمام، يبقى انا ساعتها طالما بتكلم على موديفيكيشن في برمجه يبقى على طول بتكلم على انتجريتي. واضح يا جماعه الفرق ما بينهم بالظبط؟ ان لو انا بتكلم الحاجه موجوده ولا مش موجوده يبقى انا كده بوظت الافيلابيلتي. لو انا بتكلم على ان الحاجه دي مش مشفره، الحاجه دي اي ان اوثرايزد كوب، يبقى بتكلم على الاكسس بتاعها انه بقى مشاع كده اي حد يقدر ياكسسه، يبقى انا بتكلم على الكونفيدنشاليتي. لو انا بتكلم على ان الداتا او السيستم حصل له موديفيكيشن او تعديل، يبقى انا كده بوظت الانتجريتي اللي معايا. نخش بعد كده على مثال اخر للاسيتس اللي بعد كده، اللي هي لو كنت بتكلم على داتا، داتا بقى بيانات. فايلز مثلا ار ديليتد، ملفات اتمسحت، يبقى الافيلابيلتي باظ. denying access to users، جيت اكسس الحاجه او السيرفيس ما بقتش موجوده. تمام، يبقى ده اخر الافيلابيلتي باظ، او مثال الافيلابيلتي باظ. طيب unauthorized read of data، داتا كانت موجوده وفي واحد قراها ما كانش حق انه المفروض يقراها، او an analysis of statistical data reveals underlying data، يعني او حصل تحليل بيانات احصائيه للداتا وكشف عن بيانات معينه. دي امثله لايه؟ الconfidentiality باظ. تمام،
نشوف الـ integrity. بيقول لك existing files are modified or new files are fabricated، يعني في ملفات already موجودة تم تعديلها. انت بتقول تعديل يبقى على طول الـ integrity positive اللي موجود معايا. او بيقول لك new files are fabricated، يعني او ملفات جديدة تم فبركتها، يبقى انا كده برضو بتكلم على اني بوظت الـ integrity اللي معايا. طيب الـ asset اللي بعد كده هو communication lines and networks، بقى اللي هي خطوط الاتصالات والشبكات. تمام، مالها دي؟ بيقول لك messages are destroyed or deleted، كان في رسائل المفروض تتبعت على الشبكه والمسجات دي اتمسحت او اتدمرت. او communication lines or network are rendered unavailable، يعني كابلات في قلب الشبكه ما بقتش متاحه، ما بقتش موجوده، يبقى انا كده بوظت الافيلابيلتي برضو بتاعه النظام. طب المسجات دي already اتقرت، او الترافيك باترن بتاع المسج دي ار اوبزرفد، او المسجات دي تم ملاحظه الترافيك بتاعها على الشبكه عامل ازاي، يبقى ده برضو بوظت الكونفيدنشاليتي. اي حد هيقرا يشوف مسجز ار موديفايد، يعني تاني اول ما تقول كلمه موديفايد وتعدلت، ديليت، ري اوردر، دوبليكيتد، فولس مسجز ار فابريكيتد، كل ده يبقى انا بوظت كده المبدا بتاع الانتجريتي. الانتجريتي معنى ان الداتا تبقى متكامله مع بعضها وما حصلهاش اي نوع من انواع الموديفيكيشن. نرجع تاني لاحنا كنا لسه مصنفين من شويه دلوقتي الاتاكس نوعين، يا اما باسيف اتاك يا اما اكتف اتاك. اعاده نظره او بص للباسيف اتاك هو عباره عن ايه؟ ما احنا لسه قايلين الباسيف اتاك هو انه بيعمل ميك يوز اوف انفورميشن، يعني في معلومات بقى مطلع عليها جوه السيستم بياخدها ويبيعها لحد، بياخدها وبيبدا يسيء استخدامها معاه. لو انت عملت كده بس هو فعلا في النظام ده ما بيضرش بشكل مباشر السيستم ريسورسز او الاسيتس، ما بيدمرهاش. سيستم ريسورسز موجوده زي ما هي، بس هو بيحاول يسيء استخدام المعلومات بتاع القصه دي ان هو يحصل على معلومه زي كده. طبعا في امثله بقى للباسيف اتاك ده زي ريليز اوف مسج كونتنت، في مسج وقعت في ايده المحتوى بتاعها فعمل لها ريليز، يعني اطلق صراحة. هو ده معناه ايه؟ معناه انه عنده عمل ميك يوز اوف انفورميشن، معلومه معينه موجوده راح جاي نشرها وبدا يتعامل معاها. ترافيك اناليسيس بتستخدم في فحص الترافيك اللي موجود على الشبكه عشان اقدر اعرف اكتر حاجه او حد ترافيك بيتردد عليا عباره عن ايه وبيبدا يتعامل معاه. النوع الثاني من الاتاكس اللي هي الاكتف اتاك. الاكتف اتاك ده بقى او الاتاك النشط، لسه قايلين الاكتف اتاك ده بقى فعلا بيضر وش كده الاسيتس، يعني يقوم ماسك الاسيتس ويدمرها عيني عينك. تمام، في طبعا له اشكال كتيره جدا زي الريبلاي وزي المسكرد اللي هو التخفي او التنكر، وموديفيكيشن اوف مسج او انه يتعدل الرسائل، او دينايل اوف سيرفيس اللي هي الخدمه اللي هي انه الخدمه تقع يعني بتاعت السيرفر او كده. طيب في مجموعة من حاجة بنسميها security requirements أو متطلبات السكيورتي، لازم السكيورتي requirements دي تبقى متحققة أو موجودة عشان أقدر أتعامل مع القصة دي. إيه السكيورتي requirements دي؟ شوية مفاهيم اتحطت في وثيقة معينة وأطلق على الوثيقة دي اسم FIPS 200 FIPS 200. الوثيقة دي بتتكلم عن مجموعة مفاهيم بيطلق عليها اسم security requirement او متطلبات ان انا اعمل نظام security. اول متطلب معايا هي شويه مفاهيم ان احنا المفروض نعرفها، كل مفهوم ده بيعبر عن ايه. الاكسس كنترول، اكسس كنترول يعني التحكم في مين اللي يخش. اكسس كنترول ده اساسي ان انا بليمت بيه مين اللي اكسس المعلومات اللي موجوده في السيستم، سواء طبعا كان بروسيسز عمليات، قد يكون اشخاص، قد يكون وات ايفر عباره عن ايه، بس لازم يبقى في نوع من الاكسس كنترول. مش اي حد كده ماشي معدي يدخل من اي مدينه لاي مدينه، ولا من اي داتا لاي داتا، ولا من اي حته لاي حته، فلازم يبقى حاطط اكسس كنترول. اويرنس اند تريننج، الاويرنس اند تريننج ده مهم قوي، اني بتاكد فيه ان المانجرز المديرين من اول الليفل اللي فوق واليوزرز اللي بيستخدموا الاورجنايزيشنال انفورميشن سيستم ده فعلا يعني عندهم وعي بالاكتيفيتيز والسكيورتي ريسكس والمخاطر بتاعه السكيورتي اللي موجوده،
ولازم طبعا ابقى متاكد ان البيرسونال او الاشخاص متدربين كويس جدا عشان يقدروا يعملوا الجوبس او الديوتيز الخاصه بالانفورميشن سكيورتي اللي هم منوطين بيه. الكونسبت اللي بعد كده اسمه اوديت اند اكاونتابيلتي. افكرك ان الاكاونتابيلتي اللي احنا قلناها في قلب السيستم بنقول ان قدره النظام على انه يبقى مخزن ريكوردز مثلا بيانات سكيلات بكل الاكتيفيتيز النشطه اللي تمت عليه عشان وقت ما عاوز ارجع لها اقدر ارجع لها. فهو في النقطه دي اللي هي اوديت اند اكاونتابيلتي بيقول فيها ايه؟ بيقول هي ان انا قدره النظام على اني اقدر اعمل اوديت ريكوردز. اوديت ريكوردز يعني سجلات اقدر اراجعها ارجع لها كمرجع عشان اقدر اعمل انفستيجيشن للسيستم فحص له عشان اقدر اتابع كويس جدا ايه الاكشنز اللي حصلت بتاع كل الانديفيدوالز اللي موجوده على السيستم بتاعي. الكونسبت اللي بعد كده اسمه سيرتيفيكيشن اكريديتيشن اند سكيورتي اسسمنت. يقول لك كل شويه لازم النظام اللي انا عامله اعمل له اسسمنت يعني اقيمه كل شويه واشوفه فعلا هو لازال شغال بالكفاءه اللي احنا بنيناه بيها واهدافها بيها. وطبعا الهدف من النقطه دي التوثيق واني احصل على الاكريديشن اللي هو الاعتماد وعلى اكبر قدر من الشهادات اللي انا اقدر اتعامل معاه. الكونسبت اللي بعد كده حاجه اسمها contingency planning او التخطيط في التخطيط في الطوارئ. ان انا لازم يبقى عندي ما يبقاش اعمل كمبيوتر سيستم او نظام معين للتامين وانسى ان انا اعمل بلان فيه او خطه فور emergency response او الاستجابات الطوارئ اللي هي ما بعد مثلا بوست disaster ريكفري يعني اللي هو انك انت تتعافى من بعد ما يحصل كارثه للسيستم بعدها تقدر تبقى افيلبل ومتاح وحاجات زي كده. النقطه اللي بعد كده بتقول ايدنتيفيكيشن اند اوثنتيكيشن. ايدنتيفيكيشن اند اوثنتيكيشن اللي هو بقى وانت داخل السيستم اصلا اقدر احددك ايدنتيفيكيشن واوثنتيكيشن اقدر ابقى افيريفاي الايدنتيتي بتاع اليوزر والبروسيس والديفايسز كل واحد داخل اقول له يعني كلمه معناها كده بالبلدي ابرز هويتك او طلعها عشان اقدر احددها واقدر اوثق دخولك ده. الكونسبت اللي بعد كده اللي بنقدمه حاجه اسمها انستنت ريسبونس. انستنت ريسبونس يا جماعه في مصر يعني بدا يبقى مهم جدا وفي العالم كله مهم قوي. انستنت ريسبونس اللي هو كده بيسموه بالعربي فريق إدارة الأزمات والكوارث. يعني ماذا يحدث لو إنك أنت حصل إنسيدنت عندك في مؤسسة أو شركة للمعلومات؟ فأنت لازم تبقى متأكد إن الإنسيدنت ده لما يحصل مش هستنى وأبدأ أشكله فريق بحثي يتقص حصل إزاي ويحمي ويفصل وبعد كده يشوف إيه اللي ممكن يحطه على النظام عشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني بعد كده. لازم يبقى فيه incident response team او فريق يعني مسؤول عن ادارة الكوارث بيتدرب كويس بيبقى عنده plans كويسة بيبقى عنده reports كويسة يقدر ياخد قرار وعنده خطة جاهزة هو هيعمل ايه وكل فرد زي هيعمل ايه على مستوى ال department اللي هو بيبقى شغال فيه. maintenance طبعا اعمال الصيانة وده شيء مهم جدا ان انا لازم اعمل maintenance periodic جدولة ومتحددة على كل الاورجنايزيشنال انفورميشن سيستمز الأنظمة اللي موجودة عندي في نظام المعلومات. وده طبعا هحتاج ان انا اوفر كنترولز على التولز والتكنيكس والميكانيزم وحتى على البيرسونز اللي هتبقى مستخدمة في الانفورميشن سيستم سيكيورتي. ميديا بروتكشن ده جزء اساسي في نظام الكمبيوتر سيستم. الميديا هي عباره عن الستورج ديفايسز مثلا اللي انا مخزن عليه الداتا بتاعتي اللي هو الهارد ديسك او ممكن يبقى كلاود ممكن يبقى حاجه تانية. فبتكلم على ميديا بروتكشن ده معناه ان انا لازم ابقى حامي كويس جدا نظام المعلومات بتاعي وتداوله اللي هو هيبقى موجود لمين اللي اكسسه ومين اللي يقدر يتعامل معاه. المفهوم اللي بعد كده physical and environmental protection ده يمكن اتكلمنا عليه من شوية.
هو ان الحمايه مش شرط قاصره بس على سوفت وير واجهزه كمبيوتر، لا، ما هي كل ده بيترجم في الاخر الى كمان حمايه فيزيكال فعليه موجوده، سواء بامن سواء بطرق تامين مختلفه. مش دي السياق بتاعنا في قلب الكورس ده. بلاننج، تخطيط. في البلاننج هو معناه انه بيقول لك خطط للمستقبل، يعني لازم يبقى في بريودك ابديت للسوفت وير ده، لازم يبقى في تحديثات بتنزل للسوفت وير ده، ولا يقتصر فقط بانك انت تبقى مجرد بتستخدم النظام وخلاص، لا، لازم تفكر في بكره الدنيا هتبقى عامله ازاي. بيرسونال سيكيورتي، بيرسونال سيكيورتي اللي هو بقى تامين الاشخاص والافراد، لازم الافراد والاشخاص اللي موجودين في كل البوزيشنز في قلب المؤسسه في قلب الشركه، كل دول يستحقوا ان هم انك انت تقدر تعمل لهم تدريب كويس ويكونوا متأمنين وعارفين السكيورتي بتاعتهم، يعني ميبقاش في معاه الباسورد بتاع الدنيا كلها، لا، لازم يبقى الباسورد دي متوزعة على الكل او على المنوطين بس، ما تبقاش الدنيا ايه، ويبقى كمان كل انديفيدوال عارف مسؤوليته تجاه الموضوع ده. ريسك اسيسمنت، ريسك اسيسمنت هو تقدير الخطر، كل شويه لازم اعمل اسيسمنت للريسك اللي بتتوجه على كل الاسيتس اللي عندي، سواء كانت اورجانيزيشنال اوبريشنز او كانت اورجانيزيشنال اسيتس او انفيدوالز او اي حاجه. لازم طبعا اعمل ريسك اسيسمنت كل شويه ان انا اعيد تقييم الخطر اللي موجود. سيستمز اند سيرفيسز اكوايزيشن، لازم اكون محدد كويس الريسورسز المتاحة، هل هي اديكوت فعلا كافية ليا الانفورميشن سيستم ولا لا، هل انا محتاج ان انا ازود اكتر مثلا نيرس مثلا في الحاجات دي، يعني ايه، الشركة بتقدم ريسورسز معينة، فالريسورسز دي هل الريسورسز دي ده كفاية ولا انا محتاج ان انا ازودها او اقللها او ابدأ اتعامل معاها، هل هي ادكوت فعلا انها تقدم السيرفيس بتاعتي ولا لا، محتاج ثيرد بارتي بروفايدرز استخدمهم عشان يدوني ادكوت سكيورتي ميجرز اقيس بيها او احمي بيها الانفورميشن والابلكيشنز بتاعتي ولا لا. طيب احنا كل الحاجات اللي قلناها دي عباره عن كونسبت او سكيورتي ريكويرمنتس لازم تبقى موجوده في الاورجنايزيشن. من ضمن الحاجات دي سيستم اند كوميونيكيشن بروتكشن، اللي هو عباره عن ايه، سيستم اند كوميونيكيشن بروتكشن، ما هو السيستم بتاعك بيخرج الداتا او بيخرج الانفورميشن عن طريق الكوميونيكيشن شانلز، عن طريق الشبكات والحاجات اللي زي كده، فانا هسيبها ولا لازم اعمل لها مونيتورنج واعمل لها كنترولنج واتابع الترافيك عامل ازاي، والطبيعي ان يبقى خارج من عندي مثلا 1 ميجا ترافيك اتفاجئ انها 10 ميجا ترافيك، اه يبقى الداتا بتتسرق، يبقى لازم ابدا اتصرف وابدا اتعامل معاها. سيستم اند انفورميشن انتجريتي، اتكلمنا قبل كده عن مفهوم الانتجريتي بتاع المعلومات والانظمه، انه طبعا لازم تكون خاليه من اي تعديلات او من اي موديفيكيشنز ممكن تحصل، وان الدنيا تبقى متجانسه مع بعضها وتقدر تتعامل مع القصه دي. بالرغم من كل اللي احنا قلناه دوت، الا انه ما بيجوا لغايه دلوقتي يبنوا سيستم سكيورتي مفيش نظام سكيور بنسبه 100%. تمام، دايما يبقى فيه حاجات ناقصه، فهم في السلايد اللي قدامك ديت بيحط لك برينسيبلز اساسيه من تجارب الناس في انك انت وانت جاي تعمل سكيورتي سيستم، يعني السكيورتي تعمل له ديزاين، بيقول لك دي افضل البرينسيبلز او المبادئ اللي استخدمها. ايه هي؟ اول حاجه ايكونومي اوف ميكانيزم، حاول دايما الميكانيزم او السيستم بتاعك بتاع السكيورتي يكون ايكونوميك، مصاريفه ما تبقاش كتير قوي. فيل سيف ديفولت، يعني ايه فيل سيف ديفولت؟ يعني لازم طبعا يكون متامن ضد الفيلير، يعني مش هعمل سيستم ولا ايه ما يحصل فيلير يقع في ثواني. كومبليت ميديشن، لازم يبقى وسطي وكامل كده، تمام. اوبن ديزاين، التصميم بتاعه اوبن يسمح بالتعديل واقدر اخش واقدر اتعامل وحاجات زي كده. البريفليج او الصلاحيات اللي موجوده لازم يكون في سيبريشن اوف بريفليج كويس، يعني فصل للصلاحيات، يعني ما يبقاش في تداخل ما بين السلطات، يعني زي ما بنقول ده سلطته ايه وده سلطته ايه، لا، لازم يبقى كل ما يبقى في فصل للسلطات في السيستم بتاع السكيورتي بالذات كل ما الدنيا تبقى كويسه. ليست بريفليج، ما تقعدش ما تبقاش فنجري وكل يوزر تدخله على السيستم
طول الله وانا هقفل عليه الحاجات دي ليه؟ لا ده انا اسمح له واسمح له واسمح له يفتح كذا ويعمل كذا ويسوي كذا. عشان كده بيقول لك اعمل فصل البريفليج، بس في نفس الوقت لما تيجي تدي بريفليج اديها ليست اللي هي الحد الادنى من البريفليج اللي انت بتبدا تتعامل معاه. استخدم ليست كومن ميكانيزم، استخدم ميكانيزم مش مشهور قوي، لا ده قليل استخدامه في ناس كتير مش عارفاه. سايكولوجيكال اكسسبيليتي، لازم طبعا، ما هو احنا اتفقنا ان نظام السكيورتي ما بتحطه الموظفين بتتخنق، فانت لازم تحاول تحط حاجه سايكولوجيكال اكسبتابل يعني مقبوله من ناحيه علم النفس او النفسيه. ايزوليشن، ايزوليشن يعني عباره عن العزل. انكابسوليشن، انكابسوليشن مبادئ الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، التغليف. موديولاريتي، يكون متقسم لموديول فعلا اقدر افصلها وقائمه بذاتها. ليرنج، تبقى متقسم لطبقات او ليرز. ليست استونشمنت، يعني تمام يعني مبقاش بيدهش قوي ولا حاجات زي كده. لو انا استخدمت البرنسبلز ديت وانا جاي بعمل ديزاين لسكيورتي سيستم فده هيبقى حاجه كويسه اقدر اتعامل معاها. مفهوم كمان بقى مهم قوي، حاجه بنسميها، بما اننا اتكلمنا عن الاتاك الاكتف والباسيف فاحنا لازم نتكلم عن حاجه اسمها اتاك سيرفيس. اتاك سيرفيس هو تعريفه عباره عن ايه؟ بيقول لك هو عباره عن اي نقطه ضعف موجوده في السيستم ممكن انها تستغل وسهل الوصول اليها يتقال عليها اتاك سيرفيس او سطح او اتاك عباره عن ايه. نقول تاني ايه هو الاتاك سيرفيس؟ consists of the reachable and exploitable vulnerabilities in a system. يعني عندي سيستم تاني، بكرر سيستم تاني كان في نقط ضعف فيه، نقط الضعف دي سهل ان اوصل لها وسهل ان اهاجمها، يبقى انا كده بتكلم فعلا صح عن ما يطلق عليه اسم اتاك سيرفيس. اديني امثله للسيرفيس دي، احنا لسه بنقول هي عباره عن نقاط ضعف. فاول نقطه ضعف عندي، احنا عارفين ان في عالم الكوميونيكيشنز دايما في عندي حاجه اسمها بورتس، والويندوز بالذات في مشكلته ان في عنده كميات بورتات كتيره جدا مفتوحه سواء كانت لوجيكال او فيزيكال. فبيقول لك الاوبن بورتس اللي ممكن تبقى موجوده دي للسيرفر والحاجات دي، ده يعتبر مثال لاتاك سيرفر. مثال اخر، سيرفيس افيلابل اون ذا انسايد اوف ا فاير وول. يعني جايب انا فاير وول، جهاز فاير وول، ففي خدمات انا سايبها متاحه موجوده جوه. طب ما هو ده ممكن يبقى مصدر للاتاك، فده الاخر يبقى عباره عن اتاك سيرفيس. حاجه تانية كمان، عارفين لغات برمجه زي الاكس ام ال والاوفيس ديكومنت والحاجات اللي زي كده، ممكن احط جواها كود. يعني ممكن ادخل فيها كود، يدخل او يعمل انجكشن لماليشيس كود، حاجه كده تدخل جوه. فطبعا زي الاكس ام ال وزي الاوفيس ديكومنت بيبقى فيها طبعا مارك اب لانجوج كده تقدر تستخدمها زي لغه برمجه قليله، فده كله ممكن تبقى نقاط اختراق. اديني امثله اكتر للسيرفيس دي، الانترفيس اس كيو ال، الويب فورمز، فورم بتاعت اللي بتبقى موجوده، وامر الاس كيو ال، والانترفيسز، واجهات التطبيق، كل دي بتبقى وسائل اللي بنسميها نقاط ضعف موجودة في الأنظمة، بالتالي المتسلل يقدر يخش عادي جدا بدون ما أي حاجة. مثال آخر بقى، إن امبلوي يبقى موجود عندي في قلب الشركة وعنده أكسس أوريدي لسنسيتيف انفورميشن ويتعرض لما يطلق عليه اسم سوشيال انجينيرنج أتاك. سوشيال انجينيرنج أتاك اللي هي الهندسة المجتمعية، ودي ببساطة شديدة هنعرفها كمان شويه. الاتاكس اللي فاتت ديت او اللي موجوده في السيرفيس ممكن بقى احنا نقسمها لنتورك اتاك سيرفيس وسوفت وير اتاك سيرفيس وهيومن اتاك سيرفيس، باينه جدا يعني. نتورك اتاك سيرفيس زي البورتات اللي كانت مفتوحه. سوفت وير اتاك سيرفيس زي ان يبقى في ابلكيشن واقدر احقن حاجه ضاره جواه زي الويب سيرفر مثلا او الحاجات اللي زي كده، بيتقال عليه سوفت وير اتاك سيرفيس. هيومن اتاك سيرفيس ده بقى اخر واحده احنا كلنا بنتكلم عليه، ان بني ادم ما عنده اسرار معينه عن الشركه، عنده باسوردات بتاعتها، معاه مفاتيح المغاره بتاعت علي بابا، اقوم بحاجه اسمها سوشيال انجينيرنج، او واخد منه الباسورد، واخد منه كل حاجه بخطر. ايه السوشيال انجينيرنج ده؟ علم انتشر طبعا الفتره الاخيره، هو
The art of manipulating people، يعني علم التلاعب بالبني آدمين، بحيث إن هو بنفسه اللي يديك بإرادته مش بسرقة ولا بأي حاجة يفصح عن الـ confidential information بتاعته، رقم الكارت بتاعته، الباسبورت بتاعه، الأكسس للكمبيوتر بتاعه عبارة عن إيه، حاجات زي كده. طبعا معناه إن الشخص بيحاول إن هو يخدع الشخص اللي معاه الحاجات دي بأي معلومة ولا بأي قصة ولا بأي حاجة، بحيث إن هو يترست فيه، يثق فيه، ويبدأ يديله بنفسه البيانات ديت، الباسورد بقى والاكسس بتاع اي حاجه. ودي طبعا من اخطر الويكنسز او نقاط الضعف اللي ممكن تبقى موجوده في سيستم او يتعرض لها سيستم كمبيوتر. يعني دي رسمه بتبين الاتاك سيرفيس ده اللي هو نقطه الضعف دي، ممكن تبقى سمول، حاجه بسيطه، وممكن تبقى لارج، ممكن تبقى حاجه كبيره. طول ما هي حاجة صغيرة الليرنج كمان بتاع الاتاك ده يا اما يبقى ديب يا اما يبقى شالو، يعني يا اما يبقى عميق يا اما يبقى ظاهري. فطبعا اخطر حاجة في الموضوع طول ما انا لو كان الاتاك سيرفيس ده كان صغير وديب ممكن يبقى لو سكيورتي ريسك، لو كان سمول وشالو يبقى ميديوم سكيورتي ريسك. امتى بيبقى اعلى حاجة؟ لو كان الاتاك سيرفيس لارج كبير مع شالو يبقى هاي سكيورتي ريسك. معايا الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح الـ Attack Tree for an Internet Banking Authentication، مثال لهجوم أو بنسميها احتمالية الهجوم اللي ممكن تبقى حاصلة على نظام بنكي. فطبعا بيديني رسومات معينة وبيقعد بقى يخش على حالة حالة يقدر يتعامل مع ده المعرفة. يعني آخر حاجة موجودة معانا في المحاضرة بتاعت النهاردة وفي الشابتر ده هو الـ Computer Security Strategy. يعني إيه Computer Security Strategy؟ لازم المؤسسة أو الشركة يبقى عندها استراتيجية أمن. استراتيجية الأمن دي بتحتوي على أربع حاجات: الأول سياسة عامة للأمن جوه الشركة، ثم security implementation بتتطبق إزاي السياسة دي، ثم assurance أتأكد إنها بتتطبق إزاي، ثم evaluation أقيم الوضع بتاعي عبارة عن إيه. بس يبقى الاستراتيجية عبارة عن إيه؟ الاستراتيجية لازم يبقى فيها سياسات عامة، معايير وقواعد عامة لممارسة السكيورتي. طب وانا جاي بطبق الكلام ده هطبقه ازاي؟ هطبقه عن طريق البريفنشن، منع والوقاية، ديدكشن ان انا لا ما قدرتش امنع فهبدأ اكتشفه. طب ولو بعد ما اكتشفته اعمل له ريسبونس، ابدأ استجيب ليه واقلل بقى واشوف هتعامل معاه ازاي، الى ان اصل الى الريكفري. الريكفري اللي هو ان انا اتعافى منه ازاي. طيب الاشورنس بقى بعدها، الاشورنس معناها ان انا دايما ازاي ابقى متاكد ان فعلا السكيورتي امبلمنتيشن دي بتتطبق، ما كده انا حطيتها ومش عارف اطبقها. الايفالويشن ان انا بقيم بقى السيستم كله على بعضه فعلا طبقا لكريتيريا معينه، واشوف هل انا فعلا نجحت في اني اقدم كمبيوتر سكيورتي سيستم قوي او كافي ولا لا اقدر اتعامل معاه. شكرا لحضراتكم، كده احنا خلصنا شابتر 1.